السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته. أحب أن أذكر نفسي وإياكم بخصلة النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وعرف بها عليه الصلاة والسلام، فكان يشم منه أطيب ريح، وقال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وعلى الإنسان المؤمن أن يلزم دائما الطيب والرائحة الطيبة، فإن هذه الرائحة الطيبة لا يستهين بها، فإن لها تأثير عليه بداية، حيث تؤثر عليه نفسيا إيجابية، حيث كلما شم من نفسه رائحة طيبة أثرت هذه الرائحة على سلوكه وعلى أعصابه وعلى جوارحه، فغيرت هذا السلوك إلى إيجابية مع الآخرين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما السواك ينظف به فمه في مدخل في دخوله وفي خروجه، في قبل صلاته، تلاوة القرآن، في كل مكان، وكذلك الرائحة الطيبة حتى تبقى، ويشم الناس منك هذه الرائحة الطيبة فتعرف بها بإذن الله عز وجل عند الناس وعند الجن وعند الملائكة. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كانت تتأذى من شيء كريه فإنها تحب الشيء الطيب، وكذلك الشياطين فإنها تفر من الروائح الطيبة الزكية وتحب الروائح النتنة النجسة والعياذ بالله. ولهذا أنا أحب من كل أخ فاضل وأخت فاضلة أن يقتني عطرا طيبا، عطرا جيدا، ولو يكون يعني ثمنه، يعني ربما يكون الثمن يعني شيئا ما، يعني نقول احنا يعني يساوي الثمن، يعني عنده ثمن، لان حتى العطر بتركيزه وبنوعيته يكون له فضل الله سبحانه وتعالى تاثير. فالعطور العربيه الاصيله وخاصه الخاليه من الكحول لها تاثير بفضل الله جل وعلا على الجن. وانا اعطيكم نماذج بفضل الله سبحانه وتعالى. مثلا هذا العطر، هذا بخور، مثلا هذه البخور الجيدة بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه عطور عربية أصيلة، هذه عطور عربية أصيلة، هذه إذا كانت في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى فإن الشياطين والجان المعمر في البيت، أقصد الشياطين والجان، فإنها تفر من هذه الروائح، لأن الجن يكرهون الرائحة الطيبة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه كذلك، وفي عطور خاصة بالنساء وهناك عطور خاصة للرجال، ولكل منها ميزة وخاصية بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه العطور كما قلت لها تأثير بفضل الله سبحانه وتعالى إيجابي على الفرد وعلى المسلم، والمسلم يجب أن يكون دائما نقيا، دائما نظيفا، دائما على رائحة طيبة، حتى يكون مع الناس بفضل تعالى يعطي صورة رقراقة، صورة مشرقة، صورة يعني طيبة على الإسلام وعلى حضارته ورونقه وجماله، يكون هكذا حال المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا. وأركز على من أبتلي بالمس وبالسحر أن يأخذ له عطرا فيكون دائما في جيبه، مرة مرة يشم منه مسك طيب، مسك عربي أصيل، مسك أصيل، مسك أسود أو أبيض، دائما يشم منه، فإنه يفر منه العاشق، يفر منه خادم السحر، يفر منه الملك، يفر منه جميع أنواع الجن، فإنها بفضل الله تعالى تفر من هاته البخور، تفر من هاته العطور بفضل الله جل وعلا. فأنا أحب من الإخوات اللواتي أبتلين بالسحر وبالمارد والعاشق أو بملوك الجان، وكذلك الإخوة، أن يأخذوا لهم عطرا عربيا، عطرا أصيلا، عطرا يكون خاليا من الكحول، أو إذا كان فيه بعض الكحول على خلاف الفقهاء فإنه لا ضير فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن يكون من نوع ممتاز ومن نوع جيد، فيركز عليه في الشم ويركز عليه في الدهن فإنه له تأثير. فكم من جني سمعناه يبكي ويئن ويحترق ويتأذى من الروائح الطيبة في البيوت. أركز في البيوت، تجعل البيوت التي عمر فيها الجن الذي يؤذي الناس، يؤذي المؤمنين والمسلمين بمثل هذه البخورات الطيبة، فإن هذه البخورات إذا وضعت في مبخرة إن شاء الله تعالى ووضعت في الأركان وفي وسط البيت بفضل الله سبحانه وتعالى مع سورة البقرة ومع رش ماء القرآن وبه ملح صخري وبه ورق سدر، فإن الشياطين والجن تفر. والذي يجد صعوبة في النوم يجعل هذا في بيت في غرفة نومه
مع رش الماء كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، أو الذي يجد سحرا على عتبة الباب فإنه يرش ويطله ثم يجعلها في بخورات حتى لا تبقى الأرواح الخبيثة مستعمرة ومستوطنة في هذه الأماكن، وخاصة الأبدان. أنا أؤكد خاصة الأبدان، فإن بعض الجن لهم خاصية ولهم قوة على ألا يظهر تأثيرا بالرقية الشرعية. إذا ما وصل إنسان الرقية وخرج الجن فإنه ربما يعود، لكن لا يظهر تأثيرا في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، ربما يبقى معك وأنت تحسب أنك شفيت وعولجت. لكن إذا ما ركزت على العطور يوميا صباحا ومساء فإنه يضعف وتبدأ الأعراض، وحينها إن شاء الله جل وعلا تتدارك الموقف قبل أن يأخذ له هذا البدن مستوطن ومستقر ويتمكن منه ويتشبت به ويصير عاشقا أو عاشقة. أنا أنصح لله عز وجل، وأسأل الله تعالى تكون هذه النصيحة قد وصلت الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب لك. اللهم اجعلنا مع الطيبين ومن الطيبين، واجعلنا مباركين. اللهم أسألك أن تغدق علينا النعم ظاهرا وباطنا، ظاهرها وباطنها، وأن توفقنا لكل عمل خير تحبه وترضاه، وأن تجعلنا من الناصحين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.